أبدأ من بغداد مع مصطفى القطان، خلاصات ما جرى هذا اليوم في التصويت الخاص، هل من ملاحظات عامة؟ نعم، مرحبا. على طبعا أهلا ربما وسهلا. حادثتين شكلت الفارق في استفتاء الاقتراع الخاص اليوم، ربما أخذت الأضواء، عدا ذلك لا يوجد شيء يذكر. الأولى طبعا حادثة استخدام سيارات تابعة لوزارة الداخلية في محافظة الأنبار للدعاية الانتخابية، وهو الأمر الذي وجه طبعا من خلاله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزارة الداخلية بفتح تحقيق بهذا الموضوع، باعتبار أن هذا الموضوع يعد انتهاكا سافرا طبعا للضوابط التي وضعتها المفوضية العليا للانتخابات، إضافة إلى بعض الأنباء التي تحدثت أيضا عن حدوث احتجاز لبطاقات الناخبين في إحدى المناطق في إقليم كردستان، ومنع بعض المكونات خصوصا العربية منها من الإدلاء بأصواتها في هذا الاقتراع. عدا ذلك طبعا على الانتخابات، الاقتراع الخاص عفوا، الذي بدأ في الساعة 7 من صباح هذا اليوم وانتهى في الساعة 6 بطريقة إلكترونية، طبعا جرى بسلاسة، كان هنالك إقبال وصف بأنه جيد في بغداد، إضافة إلى إقبال كثيف في 5 محافظات عراقية هي ذي قار وميسان وكربلاء والنجف، وكذلك في محافظة واسط الذي تجاوزت نسبة المشاركة فيها 80%. كان هنالك أيضا خطة أمنية محكمة من قبل الجهات المختصة بذلك، كان هناك أيضا تقسيم للقوات الأمنية التي طبعا شاركت اليوم في الانتخابات، جزء منها كان يشارك والجزء الآخر يقوم بمهامها الأمنية، إضافة إلى مشاركة كثيفة من قطاع القوة الجوية العراقية في تأمين هذه الانتخابات، وبالتالي جرت العملية الانتخابية بصورة سلسة، عدا بعض الإشكالات الفنية بسبب الأجهزة التي استخدمت حديثا في هذا الاقتراع الخاص.